الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. قطاع الثروة الحيوانية هو من القطاعات المهمة جدا بالنسبة لاقتصادنا، لأننا لما بنيجي نتكلم على توفير البروتين أو اللحوم الحمراء خصوصا، دايما بتقول إن أنا بتعامل مع ميزانية ضخمة، دايما بتتعامل مع كائن حي ليه طلبات كثيرة ومتطلبات لنجاح هذه الصناعة. وانت بتتكلم عن قطاع الثروة الحيوانية لازم تحط او تضع فيه في الحسبان ان اللي مسؤول عنها هو الفلاح المصري، مسؤول عن التربية والرعاية وتوفير الامان الحيوي والمتابعة المستمرة، وازاي ان هو دايما بيفكر ان هو يزود في انتاجه علشان يكسب، عشان يحقق هامش ربح. وفي نفس الوقت اي نجاح بيحققه المربي هو بيعود بالنفع على اقتصادنا القومي، وبتظهر نتائج هذا المجهود للمستهلك، لان لما بيبقى فيه زياده في الانتاج بيبقى فيه ثبات في الاسعار. انا دايما بتكلم على ثبات الاسعار، لان الكلام عن انخفاض الاسعار هو سابق لاوانه. لو جيت اتكلم على اللحوم، ما حدث في السنوات الاخيره هو يعتبر انجاز، لأن حصل انفلات في أسعار اللحوم شديد وقفزات متسارعة، وكان في توقعات إن الأسعار هتبقى أضعاف ما هي عليه الآن. كان هيبقى حلم اللحوم الحمراء هو الذي يراود المواطن المصري، بالنسبة له إن هو يفكر في اللحوم كانت هتبقى حلم، وده واقع حصل، وأنا شفته ورصدته وعرضت مشاكل المربيين لحضراتكم كتير. كنت بنزل اتكلم مع المربي يقول لي غلاء الاعلاف، وانا قادر اكل الولاد اما هروح اشتري اعلاف؟ طب انت النهارده عدد الماشية موجوده في الحظيره كام راس؟ يقول لك لا ما عنديش غير راس او اتنين. طب ليه؟ اصل انا بعد ما بصرف عليها لو عيت ما بلاقيش علاجها، ممكن يحصل حاله نفوق عندي، ودي تبقى كارثه. بعد ما الراجل صرف وسمن ودفع واكل يخسر كل اللي دفع، كل المصاريف. فكان المربي عنده حق، وبالتالي المعروض في الأسواق من اللحوم البلدية نسبته قلت بطريقة كبيرة، وده حصل. وابتدينا نشوف الحل الأمثل هو الاستيراد من الخارج، بعد الضوابط اللي بتضعها وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان وصول شحنات آمنة للمستهلك المصري. لكن المواطن بيدور على المذاق، ودايما يقول لك لا أنا عايز اللحوم البلدية. الكلام ده كان من سنتين تقريبا، ولكن بعد الجهود اللي قامت بها وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية دفع حقيقية لقطاع الثروة الحيوانية. الفلاح كان بيشتكي من ايه؟ بيقولك انا مش لاقي اجيب لها اعلاف، معيش سيولة، وهصرف والمردود هيجي امتى، والمردود ده مقلق بالنسبة لي، لان لو حصلت اي مشكلة انا خسرت كل اللي صرفته. إحياء مشروع قرض البتلو كان نقطة محورية لثبات الأسعار بالنسبة للثروة الحيوانية. النهاردة وإحنا بنتكلم على مشروع قرض البتلو، أدي الفلوس، أدي الأموال ب5%، يلا عشان تصرف وعشان تشتغل وعشان تربي المواشي. وده كان مرتبط بإيه؟ مرتبط بإن أنت تحصن، ترقم وتسجل، يبقى معاك بطاقة ومعاك تأمين على المشاية، عشان لا قدر الله في حالة النفوق تقدر إن أنت تصرف تعويض. حضراتكم من خلال برنامج الزراعي مباشر احنا عرضنا اكتر من حاله، كان الراجل بيقول لك وافقوا لي على الصرف لكن لسه ما صرفتش، الصرف مرفوض او سقط عني التامين او التعويض، وبنبتدي نتابع الحالات دي لغايه لما الناس مشكلتها تتحل. يعني ايه؟ يعني في الاخر الراجل ده خد تعويض. وعلى فكره نسبه النفق قلت، لان انت النهارده بتحصن وفي متابعه بيطريه وفي إرشادات فنية بيقولها لك الطبيب البيطري بالنسبة للأمان الحيوي. بنتكلم دايما والأطباء البيطريين عن التغذية السليمة، إزاي أنت تغذي تغذية تديك معدل تحويل مناسب. في أماكن معروفة في محافظات مصر كانت بتشتهر ببيع اللحوم البتلو، العجول الصغيرة، من نفسها من تلقاء نفسها قفلت. ليه؟ لأن النهاردة بقى ليه سعر، بقى ليه تمن، المربي عايزه، انا هصرف عليه وهسمنه وهبيعه. ده اللي حصل في خلال سنتين تقريبا،
وده اللي ادى الى ان اسعار اللحوم تستقر. امتى نفكر ان احنا الاسعار تبتدي تقل؟ دي ملفات كثيره. لما نبتدي نهتم اكتر بزراعات الاعلاف، لما يكون عندي معروض اكبر في السوق، لما يكون في مدخلات الصناعه كلها بتنتج داخل مصر، فانت هتقدر انت تقلل من التكلفه، تقدر تتحكم في السعر اكتر. انما النهارده اللي يهمني ثبات الاسعار، اطمئنان المربي، وتوافر الخدمات المناسبه للثروه الحيوانيه عموما. من اهم هذه الخدمات صندوق التامين على الماشيه. صندوق التامين على الماشيه مر بمراحل كثيره هنناقشه اليوم. عايزين نتعرف على الهدف من انشاء هذا الصندوق، عايزين نتعرف على كيف يستفيد المربي من خدمات صندوق التامين على الماشيه. هل يمكن في الفتره القادمه ان نشهد تطور ملموس في الخدمات المقدمه من صندوق التامين على الماشيه؟ ده اللي هنحاول نتعرف عليه النهارده في الزراعه مباشر. اهلا بكم. برحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعي مباشر. الكلام عن الإنتاج وعن العمل مهم جدا ومفيد للمجتمع المصري. قناة مصر الزراعية بتتبنى القضايا البناءة، بتتبنى أهم ملف هو ملف التنمية والإنتاج، كيف يمكن أن نؤمن غذاء المواطن المصري. أنا معايا على هاتف الدكتور عصام محمد إبراهيم، وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب، ومبروك على توليك رئاسة صندوق التأمين على الماشية، وربنا يوفقك لان دي مسؤولية كبيرة. الله يبارك فيك يا فندم، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. كيف ترى دور صندوق التأمين على الماشية؟ الحقيقة صندوق التأمين على الماشية ده من يعني بقاله فترة كبيرة من التأمينات تم انشاؤه، بس الحقيقة هو الصندوق هو بيقوم بعمل يعني مميز، هو يعتبر عمل تكافلي. ايوه. تكافلي بمعنى بان هو أنا النهارده زي النهارده بنعمل هنا بنعمل تأمين على البشر. أيوه. فالتأمين على البشر ده الغرض منه إيه؟ الغرض منه إن هو توفير مصادر عند وجود أي معوقات أو وجود أي مخاطر بيتعرض بها الإنسان. نفس الكلام برضه الحيوان، الحيوان النهارده ممكن معرض لمخاطر كتيرة، ممكن معرض من هو يكون مثلا الانتشار مثلا لا قدر الله انتشار مثلا مرض وبائي او غيره، او الحيوان نفسه يكون اثناء مثلا ذبحه اتعرض لبعض الامراض المعينه وبالتالي فقد الذبيحه جزء من هذا الحيوان. يعني هو بيتم في بعض الاحيان التخلص من اجزاء. تمام. فبالتالي دور الصندوق هنا ليه اكثر من دور. أيوة. الدور الاولاني فيه او الاول الادوار فيه هي ان انا بتابع المتابعه الدوريه والارشاديه للمربي. أيوة. النهارده المربي ده عايز محتاج ارشادات، ومحتاج ان انا توعيه، ان انا اقول له ايه النظام الغذائي المناسب. أيوة. انا محتاج ان انا اوفر له عليقه مناسبه. العليقه الخضراء ممكن تكون قلت شويه نتيجه للمسطحات الزراعيه قلت شويه، او نسبه الميه ممكن تكون ليها بعض العوامل المؤثره في هذا الموضوع، لكن النهارده في عليقه جافه زي مثلا الاعلاف. الصندوق النهارده ليه مكانين، ليه مصنعين لانتاج العلف، في مصنع في المرجل ومصنع السلام وفي مصنع في النبريه. أيوه. العليقه اللي بتنتج من هذا المصنع او المصنعين دول الحقيقه عليقه مركزه وموضوعه في تطبيقات غذائيه معينه تتناسب مع المصدر اللي راح له، يعني لو رايح لتسمين عليقه تناسب التسمين. أيوه. لو راح للحلاب هتناسب الحلاب، وبالتالي العليقه المتوفره او الموجوده في هذا المصنع هتوفر له ان انا مصدر غذائي امن. صح. ده نقطه. النقطه الثانيه النهارده المشروع نفسه او التامين على الماشيه، انا النهارده بعمل دور ارشادي. الدور الارشادي ان انا مش غرض مني ان انا احصل من المربي ده رسوم معينه للتامين واسيبه لغايه ما يحصل له لا قدر الله بعض المخاطر وبعد كده اتدخل. ايوه. اديله تعويض او غيره، لا، ده انا المفروض ان انا بتابع معاه. انا النهارده عندي طبيب الاسره،
احنا عايزين نعمل نفس القصة بالنسبة للتأمين. أيوة. يبقى في طبيب برضو للمزرعة مشارك من التأمين. اتفضل يا فندم. طيب الدور الإرشادي هيوصل ازاي يا دكتور؟ الدور الإرشادي احنا صندوق التأمين على المشية هو ليه مراكز او ليه وحدات موجودة في اغلب المحافظات. تمام. في اغلب المحافظات داخل مديريات الطب البيطري، وفي في بعض المحافظات الاخرى موجود لمراكز منفصله عن مديريات الطب البيطري. لا طب ما فيش قوافل ارشاديه زيارات؟ تمام. القوافل الارشاديه دي ان شاء الله باذن الله، طبعا هو كان بيتم بعض القوافل الارشاديه، لكن هيتم تعظيم دور هذه القوافل. تمام. بالتعاون مع الخدمات البيطريه. تمام. هيتم التعاون معاهم، وهيبقى التعاون ما بين الهيئه العامه للخدمات البيطريه وصندوق التامين على الماشيه ومعهد بحوث الصحه الحيوانيه ومعهد التناسلات الحيوانيه. تمام. هتبقى قوافل منظمه من مختلف الجهات على اساس ان انا بقدم خدمه. النهارده المربي ده محتاج الخدمه، انا مش محتاج ان انا اقول له انت تدفع رسوم وما تستفدش من الصندوق غير لا قدر الله بيحصل مخاطر. على فكره هو الفلاح بيسال بيقول كده، انا دايما بدفع فلوس، طب وانا هاخد ايه مقابل الفلوس دي؟ ما انا فحضرتك ذكرت نقاط مهمه جدا. اولا مصنع الاعلاف ده مهم جدا، لان انت لما تيجي تتكلم ان انا بصنع اعلاف وبتبقى فيها كل التقنيات الحديثه وفيها المعايير او الضوابط العلميه علشان انتج عليقه مناسبه، تديني معدل تحويل بالنسبه للحوم، او تديني معدل تحويل انتاج بالنسبه للالبان ضرار الالبان، فدي حاجه بتبقى مضمونه. انت بتكلمني على حاجه يعني الدولة بتضمنها ووزارة الزراعة. خلي بال حضرتك يا معالي الدكتور، دايما الفلاح يقول لك احنا ما بنثقش غير في وزارة الزراعة. فعلا. تمام. والنقطة المهمة الإرشاد. تمام. الإرشاد لما بيبقى من علماء متخصصين، وحضراتكم طبعا يعني بسم الله ما شاء الله خير من يتحدث عن العلم في هذا المجال، فدي كلها هيبقى ليها مردود قوي. ضوابط التأمين نفسها، المصاريف بتبقى قد ايه او الرسوم قد ايه؟ هي رسوم محدودة، مش رسوم غير مبالغ فيها. أيوة. وفي حتى يعني في تعديل لبعض بنود اللائحة ان شاء الله، انا لسه نستلم النهارده. احنا يعني معاك من اول يوم اهو، الف مبروك بصراحة. يعني احنا سلام حضرتك، لكن ان شاء الله هتعرض في مجلس الادارة، وان شاء الله هيبقى في تعديل بما يتناسب مع المربي، وده كانت توجيهات معالي الوزير ان احنا نخدم المربي. دورنا هو خدمة المربي قبل دورنا بان احنا هو تحصيل رسوم. لا، تحصيل الرسوم ده يعتبر اخر حاجة. صح. انت حصلت رسوم لازم تدي خدمة، وهو ده المطلوب، وان شاء الله باذن الله في الفترة هي هو قيمة التعويض بتبقى كام في المية؟ نسبة التعويض برضو نسبة التعويض هتبقى محدودة، بتختلف طبقا للحالة. هل الحالة دي هل حيوان مذبوح، وهل تم اعدام، هل تم اعدام جزء منه ولا لا، او نتيجه لانتشار مرض. يعني في بعض مثلا التعويضات كانت بتتم مثلا لحالات مرضيه. أيوة. مش بس يعني مثلا زي مثلا حالات الحمى. ايوه لو في نفوق ما هو شهور والثلاث شهور الاخيره، الثلاث شهور الاخيره الحقيقه زادت نسبه التعويضات في الفتره الاخيره. ليه؟ لان احنا كان النهارده ما بقاش بس على اساس ان هو حيوان نافق بس، او حيوان فقد او ذبيحه فقدت جزء منها. لا، ده النهارده كمان لو في مخاطر من بعض الامراض الوبائيه، لا يتاخد برضو عليها. وده يعني دور قامت بيه وزاره الزراعه في ان هي بترفع عن كاهل المربي، في ان احنا بقدر الامكان نبقى جنبه، يحس ان احنا مش يعني سند اليه في هو طبعا بيخدم البلد في ان هو بيوفر بروتين حيواني، اذا كان اللحوم او اذا كانت البان او غيره. صح. فبالتالي الدولة ووزارة الزراعة الحقيقية واقفة جنبه في هذا المنوال، وبتقدم الخدمات اللي تتناسب مع دورها. دور وزارة الزراعة دورها كبير، وبالتالي لازم الخدمات اللي تقدم بحجم هذه الوزارة ان شاء الله باذن الله الفترة الجاية. واتعشم ان شاء الله باذن الله، يعني انا لسه يعني ماسك زي ما قلت لحضرتك النهارده او حضرتك بقالك ساعات، لكن بقالك ساعات فعلا لكن كلمتني عن حاجات انا يعني مندهش، قلت لي خلاص انا بجهز لائحه هعرضها على مجلس الاداره ونبتدي نطور. فيعني من اول دقائق حضرتك توليت انت بتفكر في الجديد، ويعني يا ريت ان شاء الله بعد ما يتم وضع اللائحه الجديده تكون ضيفنا ونناقشها مع بعض ونعرفها للمربيين. ربنا يوفقك يا دكتور عصام، وبشكرك جدا. دكتور عصام محمد ابراهيم، وكيل معهد بحوث الصحه الحيوانيه ورئيس صندوق التامين على الماشيه ايضا. مهم جدا
وان يكون المربي بيشتغل وهو مطمن. طب الامان هيجي له منين؟ لما يكون كل مدخلات انتاجه سليمه، هو الراجل عنده تحصين موجود مضمون من الدوله، عنده متابعه بيطريه سليمه، حملات بتتواجد معاه علشان يتم التحصين بالصوره المناسبه وبالطريقه العلميه السليمه علشان يبقى ليها مردود على الثروه الحيوانيه. في نفس الوقت وانت بتتكلم عن المربي، هو ايه اللي بيقلقه دايما؟ بيقلقه انه يقول لك انا خايف اتصل بالوحده البيطريه ما الاقيش دكتور، خايف اروح ما الاقيش الخدمه البيطريه. النهارده انا بقول لك الهيئه العامه للخدمات البيطريه بتتابع كل الوحدات البيطريه، بتتابع الاطباء البيطريين، واللي انا بشكرهم على الهواء مباشره نظرا للجهود اللي بيقوموا بيها. الطبيب البيطري بيشتغل في ظروف صعبه جدا. مهنه الطبيب البيطري هي مهنه مهمه جدا للمجتمع وللمواطن المصري، لان هو بيحافظ لك على ما يتم تناوله من لحوم حمراء، هو بيضمن لك جوده وسلامه هذه اللحوم، وبيشتغل في ظروف صعبه. القرى المصريه والاماكن اللي بيزورها والجولات الميدانيه والحملات اللي بيقوم بيها او القوافل الارشاديه اللي بيشارك فيها، دي كلها مجهود كبير جدا على الطبيب البيطري. دورنا احنا النهارده كمربيين ان احنا نتواصل مع الوحدات البيطريه، ان احنا دايما يكون عندنا متابعه مستمره، نسال نتابع. انت معاك النهارده الكارت، روح قول اسال الطبيب البيطري، قول له انا حصنت في هذه التواريخ، ايه اللي مطلوب مني النهارده؟ انتوا في حملات قريبه، الامراض المختلفه اللي هي دايما بتقلقه دي لازم كلها يبقى في متابعه مستمره دايما. الحاج عبد القادر من الشرقيه اتفضل. ماشي يا سعاده الباشا. ما تمشيش، خليك معايا. ماني معاك يا باشا. اتفضل. انا معاك دلوقتي. اتفضل يا حاج عبد القادر. ربنا يبارك فيك. الحمد لله. اتكلم ولا ايه؟ اتكلم انا، انت على الهوا. طيب ماشي يا سعاده الباشا. اتفضل. ادي عم نول في 21/8/2017 توجهت للبنك التنميه. ايوه. وعملت قرض البتلو. تمام. فاجوا بعد 20 يوم قالوا لي مش فيه ميزانيه للبتلو. تمام. وعملت الدوسيه ومضيت على الشياكه وتمام التمام. ايوه. قالوا طالما انت حداك مشروع الحلاب مواشي حلابه. ايوه. اعمل ترخيص تشغيل. ايوه. قمت عملت ترخيص التشغيل. ايوه. ماشي يا رشا. ماشي. وقالوا اعمل الدوسيه، عملت الدوسيه وطبعا مأمن. وأمنت على المواشي اللي عندك؟ لا، أمنت في ال بدفع تأمينات والبطاقة الضريبية وشخد بالك وسجل تجاري. دي تأمينات ليك أنت بقى، وضع قانوني ليك أنت. تمام. وضع قانوني عشان مزرعة. أيوة خلاص، أنت بقيت عندك مشروع بالأوراق دي. وبعدين؟ تمام. ووزارة الزراعة بعت لي لوحة على القمر الصناعي هنا حاططها على باب المزرعة. ماشي. فجيت أصرف القرض بعد ما عملت الدوسيه مش راضيه في بنك الزراعي. ليه؟ المصري. ليه؟ فتوجهت الزغزيق لرئيس القطاع مرتين ما جابنيش. مش راضي يجابني، مع العلم ان هو زار المزرعه هو ومدير الائتمان. تمام. وقالوا انت مشروعك يستاهل تاخد فلوس زي ما انت عاوز. وبعدين انا قبل كده كنت بسلم مؤسسه اللحوم 120 فحم. ما شاء الله. يعني راجل منتج وعايزين يشتغل. وانت كنت شغال بالطاقه اللي انت حياتي على ثلاث قطعات ب 16 في الدير. ما شاء الله. ماشي. ونستفاد المخلفات الارض وشخد بالك. ايوه. بتدخل المزرعه وحدها بضرب رز برضو مخلفات بتدخل المزرعه. ما انت ما شاء الله باين عليك من انتاجك ان انت متخصص، يعني شغال بطريقه سليمه. لا، وبعدين اللهم صل على النبي، يعني صلى الله عليه وسلم بتله وبسيبه ارمه لما يطلع لحم. جميل. بقالك كام سنة شغال؟ بقالك كام سنة في المهنة دي يا حاج عبد القادر؟ نعم. بقالك كام سنة شغال في المهنة دي؟ أنا حدايا 63 سنة، من 16 سنة وأنا شغال في المهنة دي. ربنا يديك الصحة ويبارك في عمرك. يعني 16 سنة ومرخ. ربنا يبارك فيك أنت يا سعادة الباشا اللي أنت بتسمع كلام صغير وكبير. لا، أنتوا كلكم كبار وبإنتاجكم وبأعمالكم. فأني بستغيث من بنك المصري الزراعي لانه موقف المشاريع الشغاله. طيب انا هدي لك ملحوظه بس. هو بدي الاستثماري، العالم بتروح بتاخد الاستثماري تبني في الغطاس، انا حدايا 16 في الدال مش باني طوبه في ارض زراعيه خالص. ربنا يا رب يبارك لك. ايه راي سيادتك؟ رايي دلوقتي هنكلم الدكتور طارق سليمان.
وهبلغه المشكلة بتاعتك ان القرض اتأخر، بقى ان كل الشروط تنطبق على حضرتك زي ما قلت لي، وانت قمت بالاجراءات. مش عينيا مستحقات في البنك خالص. لا عينيا الاثنين. النهارده هنبلغ المشكلة دي سريعا. الزراعي بتاع مرتي بخمس لدن امتنع عنه وبعت جاموسه والده والله. ايه اللي حصل؟ والتجاوي والغلة وكمان للبنج. الحيازة بتاعت زوجة حضرتك مالها؟ بخمس لدن مش طلعوا لها زراعي. مش عايزين يطلعوا لها الزراعي كمان القرض الزراعي؟ الزراعي ده المفروض لو انت مديون بتاخد الزراعي، لكن هي مش عليها ولا جنيه. طيب سيب لي بقى الموضوعين دول، لان انا كمان عايز اناقش مع مدير البنك ضوابط صرف القرض الزراعي ايه دلوقتي، وهل اتغيرت عن الاول علشان الفلاح ما يبقاش مذبذب ويبقى عارف ايه الاجراءات اللي بتتم. مش عمليه ذبذبه، انا باعت جاموسه والله خسران فيها 10,000 جنيه عشان يجيب الكيماوي والتجاوي، لان الفلاح منا لو سرح الغيط وجاره نزل وهو ما نزلش بتهالوا الدنيا خرب. ما انت انت ما بتفكرش غير في الانتاج. انا عارف كده كويس، بس انا عايز اسالك سؤال، يعني ايه خسرت فيها 10,000 جنيه؟ ليه تخسر فيها؟ هقول لك ليه بقى. الجاموسه ثمنها مثلا 33، النهارده بتتباع ب 23 لان السوق النهارده نايم. السوق نايم. نسبة العالم طلعت دعايه ان الحمى القلعيه مش ما فيش حمى قلعيه. ده الحمى القلعيه لو مش الدكتور حصن الفلاح ممكن من الاسفلت يحصننا. يعني الدنيا مستقره ما فيش حمى قلعيه. مستقره و100%. طب لما انت تخسر 10,000 جنيه في جاموسه. خسرت ليه؟ السوق كان ماشي عندنا، لما طلعت الاشاعه دي السوق هبط. عشان الناس كتير بقت تبيع. ايوه. يقول لك نلحق نبيع لحسن يحصل لها اصابه. طب انت مش هتاخد الا نصيبك، وبعدين دي النور بعتبرها زي العيل. ازاي بقى زي العيل؟ حافظ عليها زي العيل. ازاي بقى؟ احكي لي، اصل انا مبسوط جدا بالكلام معاك، يعني ايه زي العيل؟ انا مبسوط جدا بكلامك. لو بعت النهارده. ومصباح مكانها خالي، هتجيب منين والسوق غلي؟ صح. فانت لما تحافظ عليها وتعالجها بدون دكتور كمان. واتحدى اي دكتور، العلاج الحمى القلعيه باي حاجه. بتعالجه ازاي طيب؟ بالميه الساقعه. والعسل والطحين. ما هي انت عارف انت اللي انت بتقوله ده، لما يجي الطبيب البيطري برضه هيقول لك كده، انت بتعالج الاعراض اللي عندها عشان ترفع مناعتها وعشان ما تحسش بالالام، فانت بتدهن لها لسانها بالطحينه. لو كترت على المضاد الحيوي اي فيروس بخش عليها. طيب وخلي بالك بس، الطبيب البيطري مهم برضه اليومين دول. فيش اقول لك في حاجه. انا سنه 88 حدايا 120 فحل ما شاء الله، وكانت الحمى القلعيه بطريقه فظيعه اول سنه تيجي مصر. باذن الله الحمد لله مش حصل حدايا فوق ولا فحل ما شاء الله. وكنت بسلم مؤسسه اللحوم، قعدت اسلم فيها لغايه 90. ربنا يا رب يبارك لك. واحنا من الفلاحين الناجحين. واضح من كلامك. انت فين في الشرقيه؟ أنا في مركز الحسنية قرية جمايل. أحسن ناس. لا أنت اللي أحسن ناس يا سعادة البيت. الله يكرمك يا حاج عبد القادر. النهاردة إن شاء الله انتظر مننا تليفون فريق الإعداد دلوقتي وأنا بكلمك. بيبلغوني البنك المصري الزراعي موقف الفلاح. لا هو مش موقف، هو بس ميزانية قرض البتلو حصل عليها إقبال كبير، في ناس صرف. يا عم اديني حلاب، أنا حدايا الاثنين. حاضر، هرد عليك النهاردة إن شاء الله. ماشي يا سعادة الباشا. بشكرك يا حاج عبد القادر، وسعيد جدا. سعيد جدا بالحديث مع حضرتك فعلا يا حاج عبد القادر، بشكرك. يعني الفلاح المصري بيكلمك عن الانتاج بكل حب، بكل وطنيه، بكل اخلاص لبلده، هو عارف بيعمل ايه، هو بيشتغل. بيقول لي ده انا ممكن اتحدى اي طبيب بيطري، يعني حتى الحماس اللي موجود جواه يا ريت يبقى عند كل المصريين، ان احنا نتعلم. وانا دايما بقول احنا بنتعلم من الفلاح المصري، حتى البحث العلمي ابتدى من عند الفلاح المصري، لان الزراعه قبل البحث العلمي. الزراعه ابتدت الاول ونشات على ضفاف نهر النيل، وابتدى الفلاح يشتغل ويبدع وينتج، واحنا كمصريين بنكمل في هذا الاتجاه. شيء يفرح ان انت تتكلم مع فلاح او مربي ويبتدي يناقشك في العمليه الانتاجيه. بس انا عايز اخد منه كلمه قالها، معلومه مهمه قوي. انا بقالي 16 سنه شغال، وسنه 88 ورطت 120 فحل، وانا السنه اللي فاتت ورطت مش عارف 1000. سياق الحديث ان طلبوا مني اعمل ترخيص واعمل بطاقه ضريبيه واعمل واسجل وامن، يعني انت كل الفتره دي كنت لسه مخالف ومش معروف الراجل ده مين،
ولا في بيانات عنه ولا عن انتاجه وما كانتش دقيقه ان وجدت. فالنهارده بعد هذه الاجراءات لا انت عندك ناس النهارده بترخص بتشتغل بتبقى موجوده الدوله تقدر توفر لهم احتياجاتهم. الحاج مصباح من الدقهليه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ سامح؟ الحمد لله بخير ربنا يكرمك يا حاج مصباح. الله يخلي حضرتك. احنا اولا بنشكر حضرتك وبنشكر البرنامج الجميل العفو بتاع حضرتك يا استاذ سامح. العفو يا حاج مصباح. اللي هو بيقف جنبنا اما نحل المشكله بتاعتنا. الحمد لله. احنا انا كنت اتصلت بحضرتك يا استاذ سامح كان ليا مشكله على الخارج اللي كان مقطوع. اه. ففريق الاعداد يا استاذ سامح كلمه المهندس سعد موسى. تمام. المهندس سعد موسى تواصل معايا وقال لي المشكله مش تبعي تبع الزراعه. تمام. فكلمت السيد وكيل وزاره الزراعه المهندس فوزي الحضري. تمام. بس الجديد لسه المديريه يا فندم. ايوه. فمشكورا يا فندم نزل معايا إيه لجنه من الزراعه والراجل اللي كان قاطع الطريق ساعد ما شاف اللجنه معايا يا فندم رد الطريق على طول يا فندم. والمهندس فوزي الحضري مشكورا قال مكتبي مفتوح لاي فلاح يجي له اي مشكله. انت فاكر لما كلمتني قلت لي المشكله دي بقى قد ايه؟ المشكله دي يا فندم من ايام المهندس. لا مش بقى المهندس بقى لها كام سنه؟ بقى لها اكتر من 5 سنين ولا 6 سنين يا فندم. وكنت وانت بتكلمني مش مصدق ان هي هتتحل. ما كانش اي حد مصدق ان هي هتتحل يا فندم. وان شاء الله احنا وعدناكم بكده. هو ربنا اللي بيوفقنا. انا بشكر فريق الاعداد. حضرتك الصحه برامج برنامج محترم. بشكرك. والمسؤول يا فندم الباشمهندس فوزي الحضري راجل محترم جدا فعلا. جدا جدا. ربنا يوفقه ويوفقك وان شاء الله احنا معاكم دايما اي خدمه احنا نقدر نقوم بيها هننفذها. بشكرك يا حاج مصباح من الدقهليه وبشكر فريق الاعداد وبشكر المهندس فوزي الحضري على استجابته السريعه. ويا جماعه مش لازم احنا كمصريين كمواطنين في الريف المصري عندنا عادات وتقاليد واخلاق وقيم جميله جدا. قيم جميلة وعادات احنا تربينا عليها. طيب ليه المجهود الزيادة دايما ان احنا ما اول ما شاف اللجنة بيقولك هو على طول تراجع. طب ما ليه؟ طب ما من البداية احنا نحافظ على حقوق الجار. ده انا بكلمك النهاردة مش في قوانين، انا بكلمك في اخلاقياتنا، بكلمك في القيم الدينية ان انت تحافظ على حقوق الجار. انت مش منتظر ان يبقى في رقابة أو متابعة أو ملاحقة بمحاضر، لأن الفلاح مكانته وقيمته كبيرة جدا. الراجل اللي بينتج وبيشتغل وبيتعب وبيشقى في أرضه، فلاح عمره وصحته كلها بتبقى فدا وطنه. الفلاح اللي بيقدم حياته وصحته وبيقدم ولاده ويقول لك دول رجالة مصر. بنحاول مع بعض كده نشوف إيه المشاكل اللي موجودة عندنا ونساعد بعض ونحلها. مش في كل وقت احنا هنبتدي نجري على المسؤولين. المسؤول مهم جدا وهو مسؤول مسؤولية كاملة لا يعفى، لكن انت النهاردة ليه بتزود الحمل على الدولة؟ بتزود المشقة عليك انت نفسك. انا ببقى حزين جدا لما اسمع ان في فلاح تم تحرير محضر ليه لأي مخالفة من المخالفات المتعلقة بالقطاع الزراعي. انا ببقى حزين لان هو بقى في موقف بيلاحق من القانون. فاحنا ليه الفلاح مكانته أكبر من كده بكتير يا جماعة. الحاج بنداري من الشرقية اتفضل. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ سامح؟ الحمد لله بخير يا حاج بنداري ربنا يكرمك. الجمعية بتاعت الرخاء تبع مركز الحسينية الشرقية. احنا بنطلع على القطاع بتاع صانع الحج، ما جاناش كلمة وشتمه خالص يا أستاذ سامح، وإحنا عايزين شبة الغلة ورحنا الإدارة الجهاز المركزي في المراقبة العامة بتاع صانع الحجر. جمال مركزيه الحاج حامد جلقاني مش عليها ولا جنيه في الجمعيه العامه. ايوه. الجمعيه العامه مديونه ب 4 مليون جنيه للشركات. طب احنا زهقنا ايه؟ احنا راجل فلاح مش عليها. لا انا دلوقتي حكايه مديونه او مش مديونه، انتوا ناس ليكم كيماوي وما بتاخدوهوش ببلاش، انتوا بتاخدوه بفلوس بتدفعها قبل ما تشيلوه. ومش علينا حاجه. طيب. لا يبقى سيبنا يعني. اكلم مدير التعاون وهكلم السيد وكيل وزاره الزراعه في الدقهليه ونعرف ايه مشكله الجمعيه دي، لان في الشرق في الجمعية العامة الشرقية احنا مالنا. لا لا ده كلام لا يصح ان هو يترد بيه على حضرتك. ما ينفعش ان انا اقوله لك اساسا لو هو مسؤول في مكان ما انت مالكش علاقه بالكلام ده. لا انت المفروض يعني رايح تصرف شكاره كيماوي اللي انا بتكلم عنها دايما اللي هي بقت عبء
ما ملوش هو في انت بتدفع فلوس انت عمرك أيوة بقولك فلوس تدفع الجمعيه للمرتديه بتاع قطاع فن الحجر من الجمعيات كلها من 38. طيب يا حاج بن داري اديني فرصه النهارده علشان نعرف هي الجمعيه قول لي اسمها بالراحه. جمعيه الرخاء التعاونيه الزراعيه. الرخاء الرخاء التعاونيه الزراعيه. الرخاء التعاونيه الزراعيه في صن الحجر. حاضر عينيا الاثنين. بشكر حضرتك يا حاج بن داري. نعم عايزين شت الغلال، شت الغلالي الناس كلها واقفه دلوقتي عايز شت الغلالي مش لاقيه تيماوي. تشت الغلالي الغله. اه تشت الغله يعني نرويها. ايوه صح ما انا فاهم كلامك بس هو الصوت مش واضح عندي. حاضر النهارده يا حاج بن داري هرد عليك. بشكر حضرتك. هو الراجل رايح ياخد شكاره كيماوي ومدير الجمعيه اول حاجه بيسالوا عليها معاك حق الكيماوي ولا جبت الفلوس علشان نفتح المخزن عشان اطلع لك الكيماوي اللي انت هتشيله وهتجيب معاك ناس تشيله وتحطه على العربيه ومجهود كبير علشان تروح تزرع. هو مش بيسألك على أول حاجة أنت جبت الفلوس ولا لأ، من حقك. بس لو أنت عندك مشاكل حلها. ما تقعدش تشكي للفلاح. ده شيء ما يهموش. أنت موجود في الجمعية علشان تخدمه علشان توفر له مستلزمات إنتاجه. تعال قول لي إيه مستلزمات الإنتاج اللي موجودة عندك في الجمعية. أنت النهاردة بتقول له على سبب ما يخصوش في الأسمدة. طب تعال كده نخش الجمعية. وان شاء الله احنا هننزل برنامج الزراعي مباشر في الفتره القادمه للجمعيات نزورها زي ما كنا بننزل من سنتين ومن سنه. هنزورهم هندخل نشوف فيها ايه. وريني ايه المبيدات اللي عندك، التقاوي اللي موجوده شكلها ايه، انت عندك مخصبات زراعيه، تعال نشوف الجمعيات بتعمل ايه. حاج محمد من الاهليه اتفضل. يا حاج محمد انت معايا يا حاج محمد ولا لسه؟ ايوه معاك. اتفضل. الو. اتفضل حضرتك على الهواء. اهلا وسهلا يا مرحب. اهلا بيك. انا بنشتكي احنا بنشتكي من الاسمده الزراعيه اللي هي مهربه من الجمعيات. ايوه. كتير في السوق موجوده اكثر من الكيماوي اللي موجود في الجمعيات او عند التجار اللي بيبيعوا الاسمده الحره. ايوه. الاسمده النترات او اليوريا بتطلع من الجمعيات والسبب فيها ما نعرفش الوزاره الموظفين في الجمعيات بس موظفين الجمعيات ما لهمش ذنب لان الدوله مدعمه الاسمده دي المزارع بيروح له الجرار بتاعه او الكيماويه وبيبيعه بره في السوق السوداء يعني احنا بيتعرض علينا اسمده كتير ما بنرضاش نجيبها كلها اسمده من الجمعيات الزراعيه مين اللي بيبيعها؟ ودي مبوظه السوق خالص مين اللي يعني ايه مبوظه السوق؟ عايز اعرف يعني ايه مبوظه السوق؟ في على التجار اللي هم بيشتغلوا حر يعني احنا مثلا بنحجز من طلخه حضرتك تاجر اسمده صح؟ ايوه تاجر اسمده تمام يعني بنحجز الاسمده غاليه من المصانع ايوه بيطلع في السوق السوداء بره اسمده طالعه من الجمعيات الزراعيه طب ازاي الفلاح بيبيعها؟ اذا كان الفلاح بيحارب علشان ياخد شكاره السماد يزرع بيها مين اللي بيطلع من الاسمده اللي بيطلعها دي يعني ما انا بسالك اهو انت بتقول لي ان احنا انا ما بتهمش الموظفين بتوع الجمعيات انا بقول لا اللي مش لان الموظف غلبان موظف يطلع شكاره لا انا متاكد ان في رقابه جامده جدا على الجمعيات ومتاكد من نزاهه الموظفين لان أيوة. كمان في نظام دلوقتي واختام ثلاثيه وثنائيه وفي قصه كده لغايه لما الكيماوي بيخرج من المصنع لغايه لما يوصل للجمعيه ويستلمه مدير الجمعيه فما ينفعش ان هو يتم تسريب اي كميه اللي انت بتقول عليه حضرتك ده موجود بس هو مش بالشكل الضخم بيبقى موجود ازاي في بعض اصحاب الاراضي هو بيبقى مؤجر فبيتفق مع المستاجر بيقول له انا هاجر لك الارض مثلا بجنيه بس انت مالكش عندي السماد انا حر فيه ودي بتحصل وانت عارف كده اكتر مني وبيروح هو ياخده الحصه ويبيعها بس مش هتبقى بالكميه اللي حضرتك بتقول عليها لان كميات كبيره كميات كبيره في السوق لو كلامك صح يبقى يعني الناس هتزرع ازاي؟ مين اللي هيزرع ازاي؟ ما هو لو واحد باع السماد بتاعه وهو مزارع هيزرع هيبيعه في السوق السوداء ويرجع يشتري من منك؟ انا بتوقع دي بتيجي من الاراضي الجديده المستصلحه الجديد دي الفلاح مثلا له 500 فدان له 1000 فدان ماشي في الاراضي الجديده ايوه بيدخل له طالع له مثلا 50 طن طالع له 100 طن ماشي ما بيستهلكهمش بيتفق على انه هو بيمضي على الكارتن او انه هو استلم البضاعه
وبتتباع بره، لان في تجار بتعرض يعني شغالين في العمليه دي بيعرضوا بال 10 طن وبال 15 طن بال 2 طن 5 طن. طيب انا هبلغ برضو، هبلغ عندك وكيل الوزاره وهرجع اكلمك تاني علشان اخد الاسمده مش من الدقاليه، مش ما بتجيش من الدقاليه لعلم حضرتك. عشان نكون واقعيين، الاسمده بتيجي من المناطق المستطاعه جدا اللي هي في الصالحيه في الشرقيه. طب انا بس برضو عايز اوصل لك حاجه، انا بنزل الصالحيه وبنزل الشرقيه، الناس دي في احتياج الاراضي الجديده في احتياج للاسمده اكتر من عندك في الاراضي القديمه، فهو بالنسبه له السماد غالي جدا. غالي جدا، ما هم بيطلعوا من الجمعيات. لا ده نزل دلوقتي الشيكانه كانت بتتباع سعاده الباشا ب 275 بتاع الجمعيات متهربه، النهارده ب 240 جنيه متهربه. طيب يعني حاجه غريبه قوي. وانت بقى السوق يعني عندك ريح؟ عندنا السوق نايم، احنا مش شغالين خالص، قاعدين ما بنبيعش. تمام، بكام بقى السماد الحر؟ السماد النهارده طالخه بتبيع ب 5400 جنيه الطن. الطن ده الضعف. الطن 5400 ده حر، سماد حر. طالخه ابو قير ب 5600 النطرات و 5700 اليوريا، حر. ده بضاعه حره. تمام. حره التداول. في الجمعيات ب 160 جنيه ولا 165 جنيه. يدخل في النص بين ده وبين ده اللي هو متهرب من السوق السوداء، اللي هو بتاع الجمعيات الزراعيه اللي بتتهرب للتجار اللي بيشتغلوا بالطن وبالاثنين طن. تمام. ده بيتباع له بيجروا شكاره لحد عنده 240 جنيه و 250 جنيه. وبعد كده يبيعه. وبعد كده يبيعه زي ما هو عايز براحته. بشكرك يا حاج محمد، وانا هتابع برضو الملف ده لان هو مهم جدا. بس في نقطه انا عايز اكد عليها، الكميات ما هياش بالصوره الضخمه دي، لان انت النهارده حتى الاراضي المستصلحه الجديده بتحتاج لكميات اسمده، والسماد مهم جدا، والزراعات هناك ما شاء الله ناجحه. لكن لو الظاهره دي موجوده في هذا التوقيت يبقى هنبحث عن اسبابها، هنتكلم مع المسؤولين، هننزل نسجل مع الفلاحين نفسهم. اصل النهارده في الفلاح لما بيكلمك اول حاجه قبل لما يزرع هو بيتكلم عن شكاره السماد، هجيبها ازاي؟ موجوده في الجمعيه، هتيجوا تعملوا لي معاينه ولا هصرف حصه مبدئيه في بدايه الموسم؟ اول حاجه بيسال عنها واول حاجه بيتكلم عنها، فهتبقى غاليه قوي عنده لان هو محتاجها بيزرع بيها. وده يعني كمان انا عايز اكد ان احنا عندنا معاينات بتنزل. احنا كان في مداخله الأسبوع الماضي كان المزارع بيقول لي المعاينات متأخرة ومش عارفين نصرف علشان الدفاتر مش موجودة، وإحنا كلمنا السيد وكيل الوزارة وتحلت. ففي معاينات بتتعمل وفي يعني حصر على الطبيعة. وإحنا بنتكلم دايما عن العلاقات الدولية، مهم جدا إن إحنا نعرف مصر مكانتها إيه، ايه الخدمات اللي ممكن مصر تقدمها للمجتمع الدولي، بمعنى ان ايه المحاصيل اللي انت تقدر تصدرها، ايه المنتجات اللي انت ممكن تستوردها وتبقى اضافة. في جهود النهاردة في وزارة الزراعة قوية جدا للتواصل مع الدول او مختلف دول العالم. كان من فترة في زيارة للأستاذة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية لأيرلندا، النهاردة كان مردود هذه الزيارة زيارة اخرى بتضم عدد كبير جدا من مسؤولين في قطاع وزارة الزراعة والتجارة، وكان في اجتماع داخل وزارة الزراعة للاستفادة من الإمكانيات الزراعية المتاحة في مصر، وإيه المحاصيل اللي إحنا ممكن نصدرها، وإيه الإمكانيات المتاحة في أيرلندا ممكن نستوردها المرتبطة بالثروة الحيوانية. معايا تقرير من داخل ديوان وزارة الزراعة نشوفه مع بعض. النهارده بيشرفنا وزير التجاره والاعمال الايرلندي مع السفير الايرلندا ووفد من رجال الاعمال. الحقيقه ده كان ناتج من زيارتنا المسبقه الى ايرلندا.
لزيارة كل المواقع والمحطات الإنتاجية ونظم التربية والمجازر للقطاع الثروة الحيوانية في أيرلندا. احنا الحقيقة لما كنا هناك كنا كمان طلبنا انهم يساعدونا فنيا في وضع قاعدة البيانات وعملية الرصد الأمراض ورصد للحالات الفيزيقية والمتغيرات بالنسبة لإنتاج الألبان والعجلات العشار. احنا النهارده بنتكلم في ان احنا ازاي يكون في مساعده فنيه من الجانب الايرلندي، فتح سوق من ايرلندا لكل من العجلات العشار واللي تحت العشار، وكمان استيراد اللحوم وفتح اسواق لنا للاستيراد سواء لتنميه الثروه الحيوانيه او لعمليه تواجد اللحوم المستورده بشكل عام من مناشئ مختلفه لعطي فرص للحصول على اسعار متميزه وجوده عاليه. كمان احنا هيكون في عندنا برامج تدريبيه لزملائنا في الطب البيطري والخدمات البيطريه والمعاهد البحثيه لتطبيق النظم المعلوماتيه في قطاع الثروه الحيوانيه. احنا كمان اتكلمنا في ان فتح اسواق جديده خاصه لموضوع البلح أو التمر بالتحديد وأنواع وكمان أنواع أخرى من المنتجات الزراعية لتصديرها إلى أيرلندا. صحيح أيرلندا بتستورد مننا العديد من الأنواع من الخضار والفاكهة، لكن النهاردة اتكلمنا في أنواع أخرى زي عملية الأنواع اللي ما بيستوردوهاش، زي ما اتكلمنا عملية التمور. احنا كان عندنا الوفد من 3 أيام ده شغالين معانا، وفعلا زاروا الأماكن الإنتاجية بتاعتنا والمزارع بمختلف أنواعها، وهو ده علشان ازاي نطور قطاع الثروة الحيوانية. فاحنا كان معانا خبراء بيشتغلوا معانا بقالهم حوالي 3-4 ايام في زيارات علشان نقعد نضع خطة وخريطة لعملية الدعم الفني من ايرلندا. انا اؤكد ان الزيارة لبلد مثل مصر هي زيارة مهمة وانها زيارة ايجابية. مصر وأيرلندا تعرضوا لهزات سياسية واقتصادية على مر التاريخ، وأن هناك تشابه كبير في الظروف الاجتماعية. هذه الزيارة ردا على زيارة الأستاذة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، وأن مصر سوق كبير وواسع، مصر بها نهضة اقتصادية ويمكن تصدير عجلات عشار أو عجلات تسمين، وأيضا هناك مميزات في مصر لاستيراد المنتجات الزراعية مثل التين والفراولة والتمر. هذه المنتجات تضع في الاعتبار لتصديرها إلى أيرلندا، وأنا سعيد جدا بهذا التعاون المثمر بين مصر وأيرلندا، وأتوقع في 2019 أن تكون العلاقات أقوى، لأن العلاقات الاقتصادية هي التي تقوي العلاقات السياسية والدبلوماسية. يعني بنتمنى التوفيق دائما. النهارده واحنا بنتكلم على استيراد اصناف جديده، ده هيكون مهم لزياده انتاجنا من اللحوم من الالبان. هنقدر ان احنا نتعامل بقوه مع قطاع الثروه الحيوانيه وندخل سلالات جديده، دي كلها هتبقى مفيده جدا لينا او للمربيين اللي دايما بيسالونا ايه السلالات اللي احنا ممكن نجيبها ممكن فعلا تدينا مردود اعلى بالنسبه للانتاج. واحنا بنتابع ملف مهم جدا وهو ملف التعديات على الارض الزراعيه، بنوه وبقول ان النهارده الحملات بتقوم بعمل مهم تاخرنا فيه فتره طويله بسبب الظروف اللي مرت بها مصر، وبسبب ان احنا كنا بنشوف يعني نوع من التطاول على الارض الزراعيه. لا، النهارده حملات تنفيذ القانون او انفاذ القانون بتقوم بدور بشكرهم عليه للحفاظ على الهويه الزراعيه لاراضينا. معانا مين ابراهيم؟ حاجة مصطفى من الشرقية، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ سامح؟ الحمد لله يا فندم، اهلا بيك. زي اخبار سعادتك؟ الحمد لله. معاك الحاج مصطفى من الشرقيه يا استاذ سامح. كلمت كان قبل كده اكتر من مره بخصوص موضوع القطن. ايوه، تسويق القطن. تمام. لغايه دلوقتي القطن لسه محطوط في المخازن يا استاذ سامح. تمام. واحنا يعني مش عارف الحكومه مش سهله فينا ليه لغايه دلوقتي يا استاذ سامح، ولا وزارة الزراعة مهتمة هي بالموضوع،
وحضرتك وعدتنا وقلت ان الموضوع هيخلص خلال ساعات وما خلصش لغايه دلوقتي. كلامك كله انا موافق عليه، لان انا بس بقول لك ان وزاره الزراعه على مدار الساعه في تواصل مستمر مع التجاره والصناعه، مع كل الجهات المعنيه من اجل تسويق القطن المصري. الموسم في هذا التوقيت مر يا استاذ سامح من شهر 8 ولا 9. انا عارف كل كلامك انا موافق عليه. انا بيروش ياخذوا القرار. لا هو مش ياخذوا القرار، هو اللي حصل ان الاقطان اللي التعاقدات للتصدير كان فيه الفضله من السنه الماضيه، وتم تسويق جانب من اللي تم زراعته هذا الموسم، وبالتالي هو مفيش سوق ليه، يعني مفيش اللي مزروع او اللي موجود زائد الفضله من الموسم السابق كفت كل الطلبات. فالموضوع هو ده سبب التاخر. انا اتكلمت فيه اكتر من مره، وسيبني بكره ان شاء الله نتكلم. حضرتك فعلا اتكلمت فيه، انا مش ما سبتكوش، وصلت صوتكم. انا اتبع حضرتك، بس يعني احنا ما عادش عندنا ثقه في الوزاره يا استاذ سامح. وزاره الزراعه برضو انا عايز اوصل معاك لحاجه مهمه. وزاره الزراعه وزاره الانتاج، يعني هي ارشاد وبذره وسماد ومكافحه، لكن وزاره الزراعه مش هي اللي بتشتري، مش هي اللي بتدفع الفلوس. انت عارف ان السنه دي وزير الزراعه بنفسه ضمن القرض اللي اتكلم عليه الحاج ممدوح حماده في البرنامج علشان شراء الاقطان، مع انه مش دور وزاره الزراعه، لكن كانت دعم من الوزير علشان يديهم فرصه يتحركوا. فانا بقول لك ان وزاره الزراعه انتاج وارشاد، ما هيش عمرها اشترت حاجه من الفلاح. يعني حضرتك النهارده احنا لو جينا نبيع القطن اللي عندنا للتجار هينزلوا السعر كده زي ما هو عارضين عليك كام دلوقتي يا حاج مصطفى؟ يعني يمكن كان من شهر كان 2300. ودلوقتي 2300. دلوقتي كام؟ لا ما اعرفش والله، انا ما سالتش. طيب انا حاج مصطفى هتابع الموضوع ده وهرد عليك فيه تاني بكره او للساده المشاهدين كله. بشكر حضرتك يا حاج مصطفى. يعني الحمد لله احنا كنا بنتكلم في الفتره الماضيه عن الترع وعن المصارف وعن تطهيرها، وكنا ابتدينا نشوف مردود ليها قوي. وانا بشكر الساده وكلاء وزاره الري على مستوى الجمهوريه على المجهود اللي بيقوموا بيه وعلى استجابتهم لنداء وشكاوى المزارعين. اكثر من مكان تم تطهيره وتم التعامل معاه، والحمد لله ده شيء بيسعدني جدا ان الميه توصل لغايه المزارع، ان مشاكل الصرف تتحل. ده مش معناه ان كله اتحل، ده مش معناه ان كل الدنيا تمام في بالنسبه للترع وبالنسبه للمصارف، لكن ده معناه ان احنا بنتابع وفي اماكن بيتم العمل فيها وان شاء الله يتم استكماله. فما نقلقش، باذن الله القادم هيكون افضل واحنا معاكم في هذا الملف. ربنا يعينكم كمزارع. عمليه الانتاج وحمايه الاراضي الزراعيه. الزراعه بتعلن عن مساحه او ارتفاع مساحه القمح المنزرعه ل 1.8 مليون فدان. طيب معايا الاول الحاج محمد من البحيره، اتفضل. اتفضل حضرتك. اتفضل يا حاج محمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك استاذ؟ الحمد لله يا فندم. حضرتك احنا صرفنا النهارده من الجماعات الزراعيه اللي هنا الفدان الغله 3 شكر قماوي. تمام. وتمام وكل حاجه، بس انا كان عندنا مشكله صغيره هنا بالنسبه لنا كاهالي من كون حماده عن البحيره. ايوه. حضرتك احنا بنصرفهم من اماكن بعيده عن محل اقامتنا، على الرغم ان احنا ما عندنا جمعيه زراعيه في البلد ومساحتها صغيره خالص خالص خالص، ففي حمل على الموظفين جامد اللي في الجمعيه اللي احنا بنجيبه منها. انت الجمعيه اللي بتصرف، انت في كوم حماده تمام؟ انا حضرتك في قريه تبع كوم حماده. اسمها ايه؟ اسمها قريه زاويه خليص. قريه ايه؟ زاويه خليص. زاويه خليص؟ زاويه خليص. زاويه. المهم تبعد بقى عن الجمعيه اللي انت بتصرف منها قد ايه؟ حوالي 3 كيلو. طب هو 2 3 كيلو بعيد؟ حضرتك في ضغط جامد على الجمعيه اللي احنا بنجيبه منها بالنسبه للموظفين. 2 3 كيلو انتوا بتتمشوهم؟ احنا بنمشوهم عادي بس. طيب ده انت مش بعيد، وبعدين علشان الجمعيه عشان تستلم بيبقى ليها مخزن ويبقى ليها زمام، فلما بيكون في زمام في زمام الجمعيه. بص يا حضرتك السما عندنا جمعيتنا لها مخزن ولها زمام وتمام التمام. الجمعيه لو احنا خفينا بالنسبه لسكان البلد جبنا من الجمعيه القريبه مننا هتشغل الموظفين اللي هنا وتخف الضغط عن الجمعيه دي. انا بقى عايز اوضح لك بس حاجه. اتفضل. انت النهارده بتقول لي صرفت 3 شكاير وكله تمام التمام. يعني ما عنديش مشكله اهو الحمد لله. دي اول حاجه. تاني حاجه عشان الجمعيه يوصل لها سماد لازم يبقى ليها زمام، والزمام ده حضرتك احنا عندنا جمعيه في القريه 160 فدان
والجمعيه اللي احنا بنجيبه منه 3200 فدان مش كتير. 3200 فدان، ما هو 3200 فدان مش كتير، لما تيجي كمان تخرج منها الحيازات الثانيه صدقني انت اللي هتحصل لك مشاكل. ما هو لازم يا استاذ سامع عشان يشتغل في الجماعه المضغوطه دي بيجينا بيجينا ناس من الزراعه ساعتهم موظفين فما بيعرفوش يشتغلوا. انا هوصل برضو، انا يعني هوصل رسالتك لمدير التعاون واعرف ايه اخبار الجمعيه دي، بس انا بتكلم معاك ليه؟ عشان نطلع بحاجه مفيده تمام، والاداره الزراعيه تمام ومتابعاهم وكله 100 100. وانت ما اشتكيتش من حد، انت ما عندكش مشكله بتشتكي منها، انت بتتكلم في رؤيه من مكان القريب دي بسبب ان احنا عندنا جمعيه فيها خلي بالك الجمعيه برضو محتاجه موظفين، اللي انت بتتكلم عنها محتاجه مخازن. هي شغاله يا استاذ سامح حضرتك، ده فيها 10 موظفين. امال هي بتعمل ايه الجمعيه دي؟ بتعمل ايه؟ بتسلمنا برضه اسئله من هنا للبلد اللي احنا مقيمين فيها، لدائره البلد. طيب زمام البلد. انا هتابع الجمعيتين دول واعرف ايه قصتهم وهكلمك. حاضر. نالي. في واحده مضغوطه كانت جامد وواحده فاضيه خالص خالص. نشوف اللي فاضيه خالص خالص دي عشان تشتغل. حاضر. الله يبارك لك. مشكورك. مشاهدي برنامج زراعي مباشر بشكر حضراتكم والى اللقاء.